أهلا بك عزيزي المشاهد، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أتأمل معك في جزء من سفر صموئيل الأول أصحاح 23 آية 15. وكان داود في برية زيف في الغاب، بعدين الآية اللي بعديها: فقام يوناثان ابن شاول وذهب إلى داود إلى الغاب وشدد يده بالله. أقف عند الجزء الأخير: وشدد يده بالله. الجزء اللي قريناه ده بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا حاجة مهمة جدا. ايه اللي يعمله الصديق لصديقه لما يبقى صديقه في ازمه، لما يبقى في خطر، لما يبقى عنده مشكله ضخمه؟ الصديق يعمل ايه لصديقه؟ داود كان مهدد بالقتل، شاول الملك يريد ان يقتل داود. داود هرب وبيستخبى من شاول، لأن شاول قوي هو الملك. وفي الأصحاح 23 نلاقي داود أقام داود في البرية، مكث في الجبل في برية زيف، ده آية 14. وكان شاول الملك يطلبه كل الأيام، يعني بيدور عليه بكل طريقة، لكن الرب لم يسمح، الرب لشاول أن يجد داود لم يسمح له. يقول كده الكتاب: كان شاول يطلبه كل الأيام ولكن لم يدفعه الله ليده. عزيزي المشاهد، لو في ناس عايزة تأذيك، مش صدفة أنك أنت بتستمع إلى هذا الجزء. قول اللي عمله الرب مع داود يعمله معايا. شاول الملك القوي كان عايز يمسك داود علشان يأذي داود، عشان يقتل داود، لكن شاول لم ينجح. ليه؟ يقول لك: لم يدفعه الله ليده. قول كده: الرب مش هيسيبني لهؤلاء، لن يسمح الرب لهؤلاء أن يأذوني، زي ما الرب ما سمحش لشاول الملك القوي أن يؤذي داود. ايه دور الصديق بقى؟ مين كان صديق داود؟ كان صديق داود ابن شاول. ابن شاول كان صديق لداود، اسمه يوناثان. يعني بيت شاول او القصر جاي منه الخطر اللي هو شاول، لكن جاي منه كمان التشجيع. دي طرق الرب العجيبة، ان نفس مكان الخطر يجي منه مكان التشجيع. التشجيع كان عن طريق يوناثان. ليه؟ يوناثان ابن شاول الملك، شاول الملك ده اللي عايز يأذي داود، اللي عايز يلاقي داود. يوناثان ده كان صديق حميم، او ده الصديق الاول لداود. عمل ايه بقى لما داود استخبى في البرية؟ راح له، لان ده صديق حقيقي. لما يبقى أصدقائك من الرب هتعرف قيمتهم في وقت الشدة، في وقت الضيقة، هتلاقيهم مستخدمين من الرب لرفع معنوياتك، هتلاقيهم مستخدمين من الرب لمساعدتك، هتلاقيهم مستخدمين من الرب لإزالة أو للمساعدة على حمايتك من الخطر. يوناثان صديق حميم، ده ابن شاول، مكان الخطر جاي منه التشجيع. يوناثان ساب القصر ومشي، ونقدر نقول ان مشي مسافات طويلة عشان يروح البرية، عشان يدور على داود، لغاية ما وصل لداود. اول ما وصل لداود عمل ايه؟ شوف الكتاب بقى يقول لك ايه: وذهب الى داود الى الغاب وشدد. شدد يعني قوة، يعني رفع معنويات داود. ازاي رفع معنويات داود؟ بأي كلام؟ لا، يقول لك كده: بالله. بالله هي دي الكلمة العظيمة في الآية.
يعني الصديق يفيد صديقه بإيه؟ لما يبقى بيصلي من أجله، لما يبقى بيقول له كان آيات من الكتاب، لما يصلي معاه. أنا ما أقدرش أفيد صديقي فايدة حقيقية، يبقى هو في وقت الخطر بقدراتي أنا، يونسان بقدراته ما يقدرش، لكن يقول لك شدد يده بإيه؟ بالله. يعني الآية دي عظمتها كلمة بالله، لو من غير بالله لما يونسان يتكلم كلامه عادي. عزيزي المشاهد، دي رسالة ليك، عشان تبقى نافع لأصدقائك لازم تبقى ليك علاقة حية مع الرب، ولما يبقوا في ضيقة تصلي من أجلهم، والرب يديلك كلام تقوله مش أي كلام، وترفعهم إنك تصلي معاهم، ترفع معنوياتهم بإنك تقول لهم كلمة الرب، تشددهم بالله. أكثر من نقطة في الجزء ده. نقطة الأولى، لو في ناس عايزة تأذيك آمن أن الرب يحميك منهم، زي ما حمى الرب داود من شاول ونام واستريح واطمئن أن الرب باعت ملايكة لحمايتك. الأمر الثاني إلهام، أن الرب عجيب يخلي من مكان الخطر يجي فايدة، من مكان الخطر القصر بتاع شاول اللي هو يهدد الخطر على داود يطلع منه يونسان لتشجيع داود. تالت حاجة، الصديق المفيد اللي من الرب هو الصديق اللي شجعك بالرب، اللي شجعك بكلمة الرب، اللي شجعك لما يصلي معاك للرب. تعال معي عزيزي المشاهد إلى سفر القضاء أصحاح 20، بنكمل التأمل في الكارثة اللي حصلت لشعب الرب في ذلك الوقت. شعب الرب انقسم الى قسمين، قسم هو 12 سبط، قسم عباره عن 11 سبط وقسم عباره عن سبط. وشفنا الاخطاء القاتله اللي ارتكبت في هذه القصه، ان الراجل اللاوي ده اللي مراته اغتصبت وماتت، الراجل ده القصه دي نشرها في كل البلد، وده خطأ قاتل مؤذي. ليه؟ لأن هو كان المفروض عليه إيه؟ إن ياخد، إن يحصل العدل، إن يحصل العدل، الناس اللي اغتصبوا زوجته دول يتعاقبوا بالعقاب طول الشريعة. لكن ليه أقوم كل الدنيا على البلد نفسها؟ وخطأ القاتل إنه خد، طبعا ده حاجة شيطانية زي ما قلت لك، حاجة فيها وحشية، انه جاب الجثة بتاعت مراته قطعها 12 حتة ووزعها على كل الاسباط، هما 12 سبط 12 قبيلة ضخمة، كل سبط كان ليه نصيب من الرسالة بتاعت الراجل اللي المدينة جبعة اغتصب ناس من المدينة، مش كل المدينة، اغتصبوا مراته وماتت بسبب هذا الاغتصاب. أول خطأ قاتل إنه شعلة للدنيا، كبر الموضوع، موضوع كان ممكن يتحل ضيق، وما مشيش بسكة الرب إنه يستشير، إنه يرفع الشكوى بتاعته لرئيس الكهنة في بيت عند في خيمة الاجتماع زي ما الكتاب قال. أثر على ال 11 سبط بالعاطفة بتاعته، أثر على عواطفهم باللي عمله، ان كل واحد وصلت له حته من جثه هذه الامراه. ايه الغلطه بتاعت سبط السبط اللي منه المدينه اللي هي جبعه؟ عنده غلط، احنا شفنا في الحلقه اللي فاتت ايه الغلطه. الغلطه انه لما عرف القصه ما خدش موقف. ايه الموقف اللي كان ياخده سبط بنيامين؟ انه ياثر على المدينه بتاعت جبعه، فين اللي عملوا الخطيه دي ونعاقبه. ليه؟ لأن الكتاب المقدس بيقول كده، العدل مهم جدا جدا جدا، أهم حاجة العدل في مصير الشعوب. الشعوب اللي فيها عدل بتبقى في الارتفاع، الشعوب اللي ما عندهاش عدل تبقى في الانحطاط. تقول لي طب أنا لازم أسامح، أقول لك أنت سامح الحاجة اللي تخصك أنت شخصيا،
لكن المجتمع ككل ما يقدرش يسامح. مجتمع ككل لازم يبقى عادل، يعني اللي سرق يتحاكم. ما يقدرش المجتمع ككل يسامح شخص، لأن ده يبقى كأن زي ما قال الكتاب إن الحاكم بقى ماسك السيف، أو الشرطة أو عنده سجون عبس بقى ملوش معنى. فسرط بنيامين لم يقم بدوره، يبقى دي الغلطة بتاعته، إنه برأ المذنب زي، وده حاجة يكرهها الرب. يعني زي ما بيقول الكتاب مبرئ المذنب ومذنب البريء، مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. يعني ما ينفعش تبرئ واحد مذنب تقول لي عشان ما يروحش السجن. لا، مش عشان ما يروحش السجن انت تطلعه بريء وهو مجرم. ما ينفعش ابرئ واحد مذنب، لا، ده العدل. واي واحد يبرئ حد غلطان يبقى مكرهة الرب. ده المشكلة بتاع سرط بنيامين، ان اعتبروا الناس اللي عملوا الخطية دي او اللي عملوا هذا الاغتصاب لهذه السيدة اعتبروهم ابرياء ما حكمهمش. طيب وال11 سرط دول غلطوا في ايه؟ قلنا في الحلقات اللي فاتت غلطوا انهم استفزوا هذا السرط. يعني استفزوه ازاي بقى؟ انهم اجتمعوا مع بعض وجهزوا نفسهم للحرب، فده استفزاز. تصرفوا بكبرياء. لما تصرفوا مع سرط بنيامين بكبرياء كان ممكن يحلوا الموضوع بعيد عن انهم يجيبوا جيش ويعملوا كده، لا. لكن هما لما اظهروا القوة لسرط بنيامين، وسرط بنيامين بطبيعته في الكتاب سرط يمين للكبرياء كده، قالوا ايه هما اجتمعوا علينا مش مهم. لو كانوا جولهم بطريق دبلوماسي وان المشكلة اللي حصلت دي تمسنا كلنا والرب هيبقى مش معانا ككلنا كشعب فلازم نعمل العدل، ربما كانوا تجاوبوا. لكن لما شافوا ال11 سبط اجتمعوا مع بعض وعملوا الجيش، لا لا، نشفوا دماغهم وقالوا مفيش عدل عندنا، ولا هنحاسب اللي اغتصبوا هذه السيدة. ويمكن بقى قالوا ما هي السيدة دي اصلها وحشة، اصلها زانية، اصلها هي عملت كذا، يعني ما نعرفش هم برأوا ده ازاي، انما رفضوا تماما. فاذا السبط اللي هو بنيامين ده اللي منه المدينة اللي هي جبعة، اللي في المدينة دي الناس اغتصبوا السيدة، ده السبط ده رفض ان يتجاوب، وال11 سبط عملوه باستفزاز. النتيجة ان الامة انقسمت. باسم الرب يسوع نعالج امورنا واحنا مع الرب، مش نعالج امورنا كده ومشاكلنا اللي في البيت بالعصبية وبرد فعل، لا، لازم نصلي. يعني هي المشكلة الأساسية بتاعت ال11 سبط انهم ما بدوش الأمور بالصلاة. هم صلوا بعد كده بس البداية ما كانش صلاة، البداية رد فعل منطقي طبيعي بس مدمر. وعملوا ايه؟ هم اجتمعوا، كان عددهم كامل هيحارب دول 400,000، عدد ضخم جدا. لما سرط بنيامين شاف ان في يعني 4.5 مليون، شاف 400,000 واحد جاي يحارب، لا، هو بدل ما يخاف، لان عنده العزة، بدل ما يخاف ويكش ويقول لهم خلاص خلاص اللي اغتصبوا الفتاة دي ولا الزوجة دي هنحاسبهم وزي ما بتقول الشريعة، لا، لما القوة الضخمة دي لما شافوها بدل ما تخليهم يخافوا، العكس بقى، قال احنا اقوى. ازاي انت اقوى ودول 400,000؟ انت اقوى ازاي؟ ده الكبرياء. وشفنا ان لما نقرا الجزء ده نلاقي ان ال 400,000 ده رتبوا امورهم كويس جدا، لان اختاروا 10 ال 400 بالقرعه يبقوا ليهم وظيفه. وظيفه ايه؟ انهم لو حصلت المعركه
اللي هم الأربعين ألف دول مهمتهم إنهم يجيبوا أكل للناس اللي بيحاربوا، يجيبوا أكل ويجيبوا مية ويجيب يعني خطة محكمة. مش 400,000 كده وهيتحبسوا في صحراء، لا، في 40,000 العشر مهمتهم، يقول لك هنا الكتاب ان مهمتهم انهم يجيبوا الطعام لاجل اخذ زاد للشعب. شوف الترتيب. وبعدين ايه؟ عندهم اصرار، لا يذهب احد منا ال 400,000 الى خيمته ولا يميل احد الى بيته، مش هنرجع غير لما نعمل القضاء، لما نعمل العدل. طب انتوا شكلكم كده بالاسلحه اللي معاكم ده هيخلي بنيامين يتكبر اكتر ويصمم اكتر، وده اللي حدث بالفعل. لا يذهب احدا منا الى خيمته ولا يميل احد الى بيته، معناه ان في الوقت ده الناس كانت مش كلها بتعيش في بيوت، في ناس كانت لسه لانهم كانوا جايين من الرحله بتاعت البريه سينا. وبعدين صحيح يشوع ايام يشوع امتلكوا ارض كنعان، لكن واضح ان في لحد الوقت ده كان في ناس في خيام وكان في ناس في بيوت. لا يذهب احدا منا الى خيمتي ولا يميل احد الى بيتي، يعني ما فيش فرق بين غني وفقير، كل ال11 سبط كلنا هنحارب، اللي عنده بيت زي اللي عنده خيمه كلنا هنحارب، كلنا هنرغم سبط بنيامين ان يعاقب اللي اغتصبوا هذه السيده. يقول الكتاب هنا بقى ايه؟ سبط بنيامين هيعتمد على ايه؟ سبط بنيامين قليل، يعني هنا يقول لك اجتمع بنو بنيامين بقى، ابتدى بنو بنيامين لما لقوا ال 400,000 دول قالوا لا، عنده في بعض، اتقسمت الامه. باسم الرب يسوع لا تنقسم بيوتنا ولا تنقسم كنائسنا. الرب حذر قال ان اي مملكه تنقسم على ذاتها بتخرب. باسم الرب يسوع لا تكون هذه الانقسامات، ليه نحارب بعض؟ وليه زي ما قال بولس ننهش في بعض؟ احنا نحارب مع بعض ابليس، احنا نحارب مع بعض الخطيه، مش نحارب بعض. يعني ال 12 سبط دول فيهم ارض لسه يمتلكها الاعداء، طب ما تجتمعوا مع بعض وبدل ما تحاربوا بعض وتضعفوا بعض حاربوا الاعداء وطردوهم. لا، ده بقى توجيه الخاطئ للطاقة، يعني بدل ما طاقتك تطلع في الشغل تطلع في الخناق في البيت. طاقة عندك، طاقة، بس طاقة موجهة في سكة غلط. بدل ما طاقتك تبقى في الرياضة، والرياضة الجسدية نافعة، الكتاب قال كده، وإن كان لقليل لو قرناها بالأمور الروحية انما نافع. بدل ما توجه طاقتك لرياضه تلاقي توجه طاقتك للخناق، توجيه خاطئ للطاقه. باسم الرب يسوع لا يحدث هذا معنا، اعلن ايمانك. ما يبقاش عندك طاقه كده تطلعها غضب في زوجتك مثلا، ما ينفعش طلع طاقتك دي الغلط ضد خطيه، طلع طاقتك دي في رياضه، العب روح جيم، طلع الطاقة، ما تطلعهاش في ولادك وفي زوجتك، ما ينفعش. طلعوا طاقتهم ضد بعض. سبط بنيامين بقى عمل ايه؟ يقول كده اجتمع بنو بنيامين من كل المدن بتاعتهم وراحوا جبعة، هيحموا جبعة لكي يخرجوا لمحاربة الحداشر سبط. والجيش بتاع التانيين اللي هيحارب كام؟ 360,000، لان هم كانوا 400,000 ده في هيئة اتنين، وبعدين اتشال منهم بالقرعة 60,000. مش هيحاربوا بس دول، المهمة بقى الامداد، يمدوا اللي هيحاربوا بالمية وبالاكل. هنا بقى يقول لك بنو بنيامين كان عددهم كام اللي جم من المدن؟ 26,000، يعني 26,000 هيحاربوا 360,000. هتقولي 100% ينهزموا، اقول لك لا، كمل القصة. عدا سكان جبعة، سكان مدينة جبعة دي اللي ال 11 سبط رايحين يحاربوها علشان يعملوا العدل. بس ده ايه؟ انا عشان اعمل العدل ادمر الناس وادمر مدينة واعمل حرب؟
يعني ياما جرائم بترتكب باسم المبادئ، ولا سيما في الامور بتاعت السياسه. يعني هو انت عشان تعمل عدل تقتل الناس وحروب و يعني في وقت من الاوقات كانت الحرب بتاعت العراق حاجه زي كده، من اجل مبادئ معينه ناس كتير ابرياء ماتت. هنا بيقول الكتاب ان سكان جبعه كانوا 700 رجل، يبقى عندنا 26700. وبعدين ايه 16 بتقول ايه؟ من جميع هذا الشعب كله كان في 700 واحد متميزين من الشعب بتاع بنيامين. دول ايه بقى؟ يقولوا لك عسر، يعني كل واحد فيهم اشول. طب تقول لي ايه يعني؟ وال700 دول كل هؤلاء يرمون الحجر بالمقلاع، بيستخدموا المقلاع زي بتاع داود على الشعرة ولا يخطئون، يعني ينشن بالحجر كده على شعرة خط كده ما يغلطش يصيب. وفي نفس الوقت دول ال700 دول كلهم يعني عصر، يعني كلهم ما بيستخدموش ايديهم اليمين، بيستخدموا ايديهم الشمال. ايه التفاصيل دي؟ سرط بنيامين رغم انه عدده قليل لكن كان واثق ان هو اللي هيغلب. تقول لي ليه؟ اولا لانه هو اللي بيدافع مش بيهجم، فهو ادرى بتضاريس الارض ويقدر يحمي نفسه في الوقت ده، بقى مفيش طيارات وكده، ويقدر يحمي نفسه في الجبال وال من ال 11 سبط اللي هم 360,000 ده. هم يعرفوا يحطوا نفسهم كويس قوي. بعدين عندهم 700 بقى خطيرين جدا، لما يستخدموا ايدهم الشمال يبقى اذا بيوجهوا الحجاره بتاعتهم في زوايا زوايا ما عرفش يوصلها اللي هيرمي المقلاع بايده اليمين، فده خطر جدا، لان ده معناه ان الناس مش مدركه ان دول هيوجهوا عليهم احجار في حتت وفي اتجاهات غير متوقعه. ليه؟ لانهم بيستخدموا ايدهم الشمال. وبعدين عندهم بقى ايه؟ يقول لك يرمون الحجر بالمقلاع على الشعره، يعني عندهم نشان 100%. فعشان كده سرط بنيامين قال لك احنا قليلين لكن عندنا النشان الكويس، وعندنا ناس شول يعني كلهم بيستخدموا الايد الشمال مش الايد اليمين، فاتجاهات الحجاره هتبقى فجائيه ومش متوقعه وبالظبط احنا اللي هنغلب. عزيزي المشاهد، الكبرياء بدايه السقوط. الكتاب بيقول كده: قبل الكسر الكبرياء. في آخر هذه الحلقة بدعوك أنك أنت تصلي من أجل أن يحفظك الرب من هذه الخطية القاتلة، خطية الكبرياء. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب لا دينونة الآن، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند التلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5-9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريداً صوتياً أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.